كويز ما فيهوش اكسكيوزز، هيبقى من الدقيقة 1 للدقيقة 20 في المحاضرة الجاية، يعني في الأسبوع الجاي إن شاء الله في محاضرة ماكسيمم حضرتك تبقى موجود هنا يعني الساعة 2:10، لأن الامتحان بيبقى هو 10 دقايق وهتتعمل على المحاضرتين، فمن فضلكم أرجو الالتزام. هتقابلني وأنا جاي وتقول لي مش عارف إيه ده امتحان، فعلي 10 درجات، أرجوكم تلتزموا وتبقوا موجودين وربنا يوفقكم إن شاء الله. في أي أسئلة في المحاضرة اللي فاتت؟ في الدايابيتس؟ نكمل النهاردة عليه، بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله لما تتخرجوا وتيجي تكتب لمريض ليفل بروفايل أو حد من الناس اللي قرايبه قال يا دكتور الموبايل يا دكتور يا تطلع من لما يجي حد يسألك يقول لك أنا إيه الليفل بروفايل أو الدكتور طالب لي ليفل بروفايل هترد عليه تقول له إيه؟ عندي صوتك بس عشان مش هسمع. قول ستيفن صح؟ رايدرز انجينير صح؟ هو بيقدم في ال دي ام ده صح؟ كل ده صح تمام ممتاز. طب هي الدهون دي مهمه في ايه؟ ايه الديزيزز اللي مرتبطه بالدهون؟ ممتاز يعني ما شاء الله حاجه حلوه خالص. طيب الدهون دي بقى الميتابوليزم بتاعها او ازاي يعني كلمه اتش تي ام دي معناها ايه؟ هاي تريجليسيرايدز يعني ايه ده؟ طب السؤال عشان يبسط بس عايز واحد اللي يرد عشان ما يعني ما يروحش دم بيوت الانشاء. ايه وظيفه الاتش دي ام؟ علي صوت وصلها منين؟ برافو عليك صح صح. طيب ال في ال دي ان وظيفتها ايه؟ علي صوتك بقى. يعني ده جاي اكسوجينس فات هتتكلم منين؟ من
سبان هيومن ثرو بوردر فين توصل لمين؟ للليفر. اسمها ايه بقى اللي بيعمل كده؟ اسمها كايرو ماركت. تاخد الاكسوجينس فات اكسبها تريجلسرايدز فيها شويه كوليسترول فات اسيد وحاجات كده وبعدين تاخدها توديها للليفر وهي داخله تتصنع ستاندرد سيل فيخدم عليها خدمه اسمه كابل بروتين بي 48 مهم عشان في حاجه ثانيه شبهها تختلف عنها. يبقى الدور كان المهم نقل الاكسوجينس فات الى الليفر. حلو خالص. طيب العيان في الصيام واحد صايم الجسم محتاج مثلا محتاج حاجه كده هيصنعها ولا هيستنى لما الواحد ياكل؟ هيصنعها. طيب في بقى بعض الديزيز بيبقى فيها انكريز برودكشن اوف اندوجينس فات زي الدايبيتس والكرونيك فيلر والحاجات دي. طيب الليفر هيبتدي يصنع الدهون بتتخزن في الليفر ولا بتتخزن فين؟ فين؟ الادوستيشن تمام يبقى هتتنقل من الليفر تروح الادوستيشن برضه نفس القصه هتتصنع في الهيباتوسايت وتبتدي تحط الترايجل سيلف جوه وتحط البروتين بره وفيبروستير والكلام من ده وتختمها بقى ابو بي 100 ابو بي 48. انا عندي هنا في فرق بين الكايرو مايكرو اللي بتبقى الاكسجين اسبكت وديها للليفر وبين بقى الفي ام دي او الفيري لود ريست لايف بروتين اللي هتنقل الاندوجينس فات من الليفر تروح بقى ايه؟ الاوستيشن تمشي في السيركوليشن توصل لحد الاوستيشن هناك تفرق الحموله بتاعتها من الترايجل سبايت وتتخزن وتتحول الى حاجه اسمها ايه؟ انت ريست لايف بروتين على طول تتحول الى حاجه اسمها لود ريست لايف بروتين نفس التركيبه بتاعتها تمام؟ فتنقل اللود ريست لايف بروتين ده في ايه بقى؟ في ترايجل سبايت ولا في كوليسترول؟ في كوليسترول لان هو ادى الترايجل سبايك فين؟ في الادمستيشن خلاص ده بقى في كوليسترول عشان كده هنقول عليه كوليسترول دار. نورمال ميتابوليزم بتاعه ازاي؟ الطبيعي بتاعه بيعمل ايه؟ بيرجع تاني للليفر عليه حاجه اسمها ادوسيل ويتعمل كتير ويتعمل والليفر ويتعمل في الست بتاعه والبلاتش هتاخده وتكسره وتجيب استخدامه تاني وتركبته وبعد كده. ده نورمال سمع الليفر في اللي ده هتاخد الاندوجينس ولا الاوستيشن
سايز في الحته بتاعت الدوكس سيدي حصل كده. حصل بقى اكتر شيء دروس الكلام اكتر مني في القراءه والبطنه خلاص بقى لو بيفرق الدنيا يعمل بيرفكت مش عارف لو بيفرق يعمل ايه لو ايه احنا اللي هنتكلم عليه النهارده هو لو جه في الكورونرز هيحصل عندي ايه؟ اسكيميا او ماي كارد تمام؟ نبص بقى دي تركيبه الرايبوبروتين عباره عن ترايجلسرايد البروتين بره اهو عشان هو يبقى يخليه يتحرك في السيركيليشن فوسفوليبيد في كوليسترول كوليسترول بوند فات اسيد اللي هو كوليسترول ده تركيبه مين؟ الكايلومايكرون اللي بتعمل ايه الكايلومايكرون؟ هتوديه فين؟ للليفر ده جاي عشان ممكن نختلف هو نفس تركيبه الفي ال دي ال عليه ابو كام؟ ابو بي 48 يبقى ده معناه ان هو جاي من الجسم يبقى ده اكسترنال ده كانوا معايا في ال دي ال عليه ابو كام؟ ابو 100 تمام؟ وبعد كده لما هو بيسيب الحموله بتاعته بالتراجل سرايد يتحول الى انترميديت دنس لاجوز لما ده يزيد يبتدي يترسب في البلاد فيست ده مين؟ الهاي دنس لايبوبروتين عليه كل الابوات وعليه كذا وده من الحاجات اللي هي بتنقل الكوليسترول فروم ذا بريفرال تيشو تو ذا ليفر فبالتالي ده يبقى بروتكت. ايه النورمال او النورمال ريفرنس رينج بتاع الليبيد بروفايل اللي مقرر عليه؟ كوليسترول الديزايربل ليفل ده 200 ملي جرام بير ديسيليتر. طيب لو هو من 200 ل 239 يقول والله العيان ده يعني ممكن يبقى عنده ريسك، طب لو هو اكثر من 240 يبقى العيان ده عنده ريسك من بره. طب انت بقى في البطنه بتعالج على كام؟ لما يوصل فوق 300. عشان كده لما بيجي لك المريض زي السكر تقول له والله يعني الريت الدون بتاعته مش عاليه قوي، طب امشي بقى على اعمل رياضه، احسن الاكل مش عارف ايه، ما تاكلش حاجات كده وهكذا. الترايجل سرايد بالزام 150 ملي جرام بير ديسيليتر، ال ال دي ال يعني 129 ملي جرام بير ديسيليتر ده اللي مقرر علينا بس هو في بعض الناس بيقول لك يبقى لازم اقل من 125 وفي الاتش دي ال في الميل بيبقى المفروض ان هو يبقى اكتر من 40 وفي الفيميل بيبقى اكتر من 50 طب ليه في الفيميل اكتر من 50؟ عشان السكس هرمونز بتاعها بتعمل طب دي بيورينا الايفكت اوف ليبيدز على الهارت يعني لو انا عندي ال ال دي اللي هو اللي عالي ده هيعمل لي اسر ستروز او انفكشن او اسكيميا والاتش دي اللي هو ده عالي فده بيعمل لي بروتكشن للهارت. طيب في عندنا كام ديس اوردر في الليبيدز يعني انت ممكن تقابل ايه في الليبيدز الدهون هتزيد ولا تقل؟ طب هي لو قلت تبقى في مشكله؟ لو قلت جينيتيكال يعني لو انت في خد بالك ان ال ان السيل ممبرين نفسه معمول من الفوسفوليبيد فبالتالي لو انت في حاجه تمنع الفورميشن بتاع الليبيد بشكل طبيعي يبقى هذا البيشنت او هذا الشخص هيبقى انكوباتبل ويز لايف مجرد ما يتولد يتوفاه لان مش هيقدر يصنع وهيبقى ده دي مشكله زي برضه الكربوهيدرات لو انت ما عندك في بعض الناس بيتولدوا بيبقى اول حاجه تعرف الجسم بالسكر حاجه اسمها جلوكوز 6 هيكسوكاينيز او جلوكاينيز لو الهيكسوكاينيز او جلوكاينيز مش موجودين يبقى العيان هيقطع بس مش هيستفيد هيتوفر له لكنه ما كانش فبالتالي يبقى عارفين ان في حاجه لكن اللي يهمنا الكورس بتاعنا اللي هو انكريز ليبيد بروفايل طيب في كام نوع من الزياده في الدهون؟ لا لا انت بتتكلم عن هايبر كوليسترول او لو الهايبر لايبيديميا لا انا مش كده في حاجه اسمها برايمري وسكندري زي ما قلنا في السكر برايمري يعني العيب في حاجه في المصنع نفسه سكندري يعني في ديزيز مسبب زيادتها فبالتالي لو انا قدرت اسيطر على الديزيز ده او ان انا اعالجه يبقى بالتالي انا عرفت ايه الكوز اللي موجود اللي هو عامل مشكله زي ما احنا قلنا في السكندري دايبيتس لو انت لقيت واحد عنده كوشنج او واحد بياخد كورتيزون او حاجات زي كده وهو وقفها هيرجع تاني ان شاء الله نفس القصه احنا قلنا بقى دايبيتس كرونيك رينال فيلير والجلاكسي ستورج ديزيز حاجات كتير جدا تعمل لي الدهون تزودها لي طب يبقى انا في الحاله دي محتاج اعمل ايه؟ محتاج الاول اكسكلود انا عايز بقى في يعني احنا واحنا قاعدين دايما واحنا جينيور
بنبقى عايزين نشغل يعني في ناس كده مغرمه بالسندرومات. لا مش عارف ده كذا. برحمه ربنا ان السندروم والحاجات اللي هي النادره دي حبيتها قليله جدا. فدايما كومنت از كومنت. يعني ما تروحش واحد يقول لك انا عندي طحن تشيست تقول له ده تي بي. ايه يا عم بس؟ لكن برد ولا بتاع كومنت كومنت يعني دايما كومنت از كومنت. فهتشخص الاول هايبر لايبيديميا حلو عملت له طلبت الليبيد بروفايل طلع الليبيد بروفايل بتاعه عادي تمام خلاص دخلنا هايبر لايبيديميا اني نوع سعادتك مطلوب منك تدور على السكندري كوز اكسكلود السكندري كوز بيفور ما تقول دي برايمري هايبر لايبيديميا عشان هي تبقى تسوم نارسيسك نسبتها قليله فما تجيش بقى زي الدكتور اللي قال ايه في خمس انواع طب يا سيدي عادي متشكرين بس هذا خمس انواع دول ده في ناس فيهم ما بتكملش لحد 13 سنه فبالتالي انت ما تشخصليش بقى يعني حاجه بتبقى 1% او 1000 او 1 مليون تقول لي كل هي حاله جايه حاله جايه يعني دايما كومن سكورز. طيب هنشوف بقى انواع الهايبر لايبيديميا. ده الاول صوره بتورينا ده الهيلثي او النورمال ارتيريال وول ودي لما حصل بقى سكافنجر باسوري وابتدت النورموسايتس والماكروفاجز تاخد ال ال دي برايمري تايب از ا جينيتك تايب بص يعني مش معقول بس انا يهمني السطر الاخير it is diagnosed after exclusion of secondary تايب حلو يعني مكتوبه بالخط الابيض ما ينفعش بقى اقوم داخل اقول له والله ده انت عندك تايب 1 برايمري تايب اكسكلود دول الاول وبعدين بعد كده اقول من ضمنها واحد الناس اللي بتاخد ارقى بالتالي في مصر مش موجود الحمد لله بنسبه لكن بره في الدول الاوروبيه وفي الخليج وسبحان الله انك انت لو خدت سبوت الكحول تزود الانجي لما تبقى بقى راجل درينك بقى كده وراجل يعني مشهور راجل كده يعني بقى عندك بقى كده ادكشن او تشرب كده 1 بوتي بير داي تزود لك كده في الدايابيتس هايبوثايرويديزم بريجننسي ريفلكس سندروم كرونيك رينال فيلير فاثناء ما بيحصل انترا هيباتيك كوليستيز بتاعت الهيباتيتس ممكن تلاقي الكوليسترول عالي بعض من السندريكت سورسز والجراد سورسز طيب تمام كل بقى الفرشه دي عشان ندخل بقى للموضوع ايه بقى يا سيدي الموضوع بتاع الفرد ازاي تقدر تشخص مايوكارديال انفاركشن هل خفيف البطن ولا مخطوش؟ هل مش خفيف ازاي؟ الاي سي جي صح؟ ايه تاني؟ كارديك انزايمز ايه تاني؟ مفيش كومبرين؟ يعني انت من غير كومبرين يعني انت عيان كده ايوه اعمل اي سي جي بتاع اول حاجه اكيد تشيست بين خلاص بروجريسيف بيسمع كل القصص دي جميله وحلوه خالص طب هل كل المرضى اللي بيجي لهم كارديك انفاركشن يبقى عندهم تشيست بين؟ طب هل كل المرضى اللي هم بتوع الميوكارديال انفاركشن بيبقى عندهم اي سي جي تشيست؟ طب هل كل المرضى بتوع الميوكارديال انفاركشن بتزيد فيهم اللاب ماركر بتاعت الكارديال ماركر؟ فعشان ما نختلفش لا احنا ولا زملائنا عشان ما نختلفش واحنا والناس اللي موجوده في اي مكان في العالم حطوا قواعد عشان تشخيص الميوكارديال انفاركشن. لازم يبقى في حاجتين موجودين، اما اي سي جي تشينجز مع تشيست بين او تشيست بين مع كاردياك ماركرز او اي سي جي تشينجز وكاردياك ماركر ما هوش تشيست بين. هو ممكن يحصل ان المريض يجيله ميوكارديال انفاركشن وما يجيلوش تشيست بين فين؟ في الدايابيتس عشان النيورايتس بريفرال نيورايتس فالراجل ما حسش ودخل في الصيد عشان كده هم حطوا ايه الكرايتيريا دي لما نيجي نشرح طيب حلو قوي الاي سي جي تشينجز عرفنا فيه وانت هتعرف اكتر مني 15% بيبقى ما فيهمش تشينجز او ايكو فوكال ما تقدرش تقول فعلا عنده ولا ما عندوش والتشيست بين احنا قلنا خلاص نيجي بقى الجزء الملعب احنا بقى اللي هو ايه كاردياك ماركرز كاردياك ماركرز دي بتتقسم لحتتين وزي ما احنا قلنا في التحاليل او احنا في التشخيص بتاعنا لا ننجم بنعتمد على وجود
كونتين في الخلية اللي في الفرجة اللي فيه دامج، لما بيحصل دامج للسيلز دي بتطلع الكونتنت بتاعتها دي بره، واحنا بنبقى عارفين الناس النورمال ايه، فبالتالي نقدر نشوف لو لقينا الارقام اعلى من النورمال ريفرنس رينج يبقى فعلا هذا المريض يعاني من هذا او هذا الاوبن فيه مشكله. كارديك ماركرز بتسمي حاجتين، انزيم ماركرز وبروتين ماركرز. البروتين ماركرز اللي هم مين؟ مايوجلوبين وتروبولين. التروبولين ده في كام؟ ثلاثة خلايا. سي وباي وتي. انهبيتور كونتراكتايل وسبرسر. خلاص عشان يعني اللي هم في التين والنيوسين الحركة بتاعت الكونتراكشن والريلاكسيشن. خلاص؟ ده دي كذا. يبقى لما يحصل دامج مالناش دعوة بالتروبولين سي ده ما بيدخلش جوه. لكن التي والاي بنستعملهم في الدايجنوزيس اوف مايكاريال انفكشن. طب الكاردياك انزيمز اللي هم مين؟ كرياتين كاينيز. بيتكون من الكرياتين كاينيز من تو سب يونتس بي و ام. اعمل بقى تبادل وتوفيق هتلاقي في بي بي ده بتاع البرين، ام ام بتاع المصل سكيلتال مصل، ام بي بتاع الكاردياك. هم ثلاثه ولاده فهم كذا. يبقى لما هتلاقي السي كي ما ينفعش السي كي ام بي يعلى والتوتال زي ما هو، لان هو ده جزء منه فلازم يعديه. تمام؟ في ايه تاني موجود انزايم؟ ال دي اتش اكتيتي هيدروجينيز. طيب ايه تاني؟ اي اس تي اللي هو موجود في الليفر، قلنا ان ده نان سبيسيفيك للليفر عشان موجود برضه في الكارديو مثلا. طيب يبقى انا عندي فيه في الكارديو ماركرز، في بروتين ماركرز، وفي انزايم ماركرز. هتشوف دي شكل الماي فايبرز بتاعت الهارت وازاي الاكتين والنسيج بيشتغلوا مع بعض. دي الكاردياك ماركرز، تمام؟ مفيش اي مشكله. طيب بنختار بقى الكاردياك ماركرز اللي احنا هنعمله في المعمل على اساس ايه؟ يعني انت كدكتور في مريض جالك فبيقول لك انا هو عنده تشيست بين، فانت شكيت فهتبتدي تختار له الكاردياك ماركرز. تختاره على اساس ايه؟ سبيسيفيك. ها؟ كل ده جميل. طيب انا في فرق ان المريض يجي يقول ان هو جاي له مايوكاردال انفاركشن تشيست بين او جاي في خلال ساعتين، في واحد يقول لي ده انا امبارح جاي تشيست بين، وفي واحد قال هو ده انا كان عندي من اسبوع. يبقى انت بتختار الماركر على دور انك عارف هو بيطلع انيشال بيبقى رايز قد ايه وبيوصل بيك قد ايه وبعدين بيرجع للنورمال قد ايه. فبالتالي ده يساعدك في الدايجنوزيس. ليه يهمني ان انا اقدر اشخص المريض بتاع الكارديال انفاركشن بسرعه؟ علشان خاطر لو انا شخصته قبل خمس ساعات فده هيساعدني ان انا اقدر اديله ثرومبوليتك ثيرابي مش هيكون اسطر، مع ان انت لو رحت بتاع كارديال تلعب اسطر. احنا بنتكلم يعني لابوراتوري وايز مالناش دعوه بالتخصصات. فانت عندك بتختار التايم والسبيسيفيستي. طيب اسرع واحد يعلى فيه ايه؟ المايوجلوبين. طب بس هو نان سبيسيفيك عشان هو مش موجود في الكارديك ماسك، بس موجود في الماسك. لو انت بتاخد بالابره يعني لو انت دخلت تدي واحد انتر ماسكولر او تاخد عينه ممكن يبقى زياده، لان هو في جزء هيتكسر من الريد بلاد سيلز اللي بتشوف يعني من الماسل اللي انت داخل فيها فهتشوف. طب استعمله ايه؟ امال احنا كاتبينه ليه؟ تاخده از نيجاتيف بريدكتور. يعني انا لو انا دكتور قاعد في الاستقبال في مكان بسيط عشان هو ده بيتعمل زي اللاتكس كده حاجه بسرعه يعني، والمريض بيقول ان هو عنده تشيست بين، فانا عايز اعمل حاجه سريعه. انا شكيت ان هو هارت كارديك او لا، طبعا انت بتاخد بالاحوال بس انا بديك مثلا. فتقول له والله اعملوا لنا يا جماعه في المعمل الصغير بتاعنا اللي في الوقت الصحيح مايوجلوبين، فيعملوا لك باللاتكس يقول لك يا دكتور لا ده المايوجلوبين سلبي. يبقى انت كده تبلع ريقك وتنبسط وتقول الحمد لله ان هو مش كارديو. يبقى نيجاتيف بريدكتور لكن ما يدخلش في الدايجنوز لانه نون سبيسيفيك. طب ناخد مين؟ تروبن اي يو تي. بيعملوا الاثنين في خلال اربع ساعات يعني من ساعتين لاربعه. واحد يوم بيرجع الساعه بعد اربع ايام والثاني بيقعد سبع ايام. فبالتالي انا اقدر استعمله فوق دايجنوزيس اند فولو اب. لو انت بتعمل البرفيوجن للعيان
تقدر تستعملها. طب مين بقى اللي جه في اول الطريق؟ التراتون الجبل وصل ل 10 15 سنه، مش حاجه بعيده يعني. مين اللي كان ماشي على طول؟ السي كي كرياتين كاينيز توتال والسي كي ام بتاع هو ده. السي كي ام بيعلى برضه زي التروبرين بالظبط من 2 ل 4 ساعات، بس بيرجع في خلال 24 ساعه، ما بيقعدش بقى فتره. لكن السي كي ممكن يرجع 3 4 ايام. الاي اس تي نفس القصه. اكتر واحد بيقعد لما يجي لك مريض انت عايز تشخصه اولد انفكشن مثلا من اسبوعين، تقول له بقى اعمل ال دي اتش. عشان ال دي اتش بتاعك. بس عيب ال دي اتش غير ان هو بيعمل متاخر وبيرجع متاخر، ان هو نان سبيسيفيك، لان في 5 ايزونزامز. يعني ايه 5 ايزونزامز؟ يعني موجود في 5 تيشو، في الهارت واللان والليفر والريد بلاد سيلز وبعض المالجنان سيلز. فبالتالي مش هقدر اعتمد على اول واحد في الدماغ، لكن هو ينفعني في الاولد انفكشن بس كده. المايكروبين زي ما احنا قلنا بيستعملوا از نيجاتيف بريدكتور لانه لونج نوت سبيسيفيك. تروبولين طبعا ده اللي هو البروتين ماركر الثاني، ده برضه شريحه المصل فايبر. ده الجدول بقى المهم اللي احنا بنحتاجه. اول اللي هو الوقت الانيشال رايز بتاع السي كي من 4 ساعات، الام بي 3 ساعات، تروبولين 3 ساعات، المايكروبين 1 اور. عشان كده ده مش لكن نوت سبيسيفيك ما اقدرش اقول ده، يبقى انا هاخده از نيجاتيف بريدكتور علشان اشخص بيه الحالات الفنيه. التروبولين تي بيرجع بعد 10 ايام، التروبولين اي بيرجع بعد 5 ايام. فبرضه لو انا عايز حاجه في خلال 10 ايام احس ان هي عايزه، يعني في خلال ال 10 ايام اللي فاتوا المريض اشتكى من تشيست بين، انا ممكن اعمل التروبولين تي يقدر يوريني يديني فكره عن المريض فعلا كان عنده عدوى. الاي اس تي نون سبيسيفيك، ال دي اتش نون سبيسيفيك لكن ينفعني انه بيرجع بعد 14 يوم. فلو العيان ده جاله تشيست بين ما كانش عنده فرصه ان هو يكشف او انه كذا، فهو ده بتعمل ال دي اتش يعني. طيب في تو انزيمز تانيين مع الكارديك اسيد، انا حطيتهم لان هم يعني حاجه بسيطه خفيفه كده مش هتوجع ولا حاجه. لو انت عندك مريض جه في العياده وانت قاعد بيقول لك بطن عنده مرض حاد، تشخصه من ايه الديفرنشال دايجنوزيس اوف اكيوت ابدومين؟ جاسترونترايتس يعني ايه؟ الدايريا وبتاع ده مظبط الدنيا. انا بقول لك بيكتشر مكتوب لك بيه. انسايتس بانكرياتايتس يا اخوانا ده انتوا هتاخدوا بالك. اول حاجه تقولها ايه؟ الانتستامل اوبستراكشن. اول حاجه شفتوا فيها السبشن ولا بتاع وبرفوريتد الكانسر و بانكرياتاتس رابشر وكليات سيست والحاجات بقى اللي انتوا يعني انتوا اكيد كنتوا بتقروا ده صح. فالمهم من ضمنهم مين؟ البنكرياتايتس. طب ليه احنا مهتمين بالبنكرياتايتس؟ علشان سعادتك لو انت دكتور جراح، وطبعا في لو اكيد كوليستايتس حطيتها بالاساس ده محتاجه جراحه سريعه، لكن لو اكيد بنكرياتايتس انت مش هتدب بشر في العيان لان ملوش علاج جراحه، فانت بتعمل كونزرت عشان كده بيحتاج بيشخصه. فعشان تكسكلود القصه دي بتقوم قايل للعيان اعمل ايه؟ سيرم اميليز. عشان كده لازم نهتم نعرف الاميليز ده بيجي منين. الاميليز ده موجود في كام اورجن؟ في تو اورجنز. في السليفر جلاندز بنسميه اميليز اس، وفي البنكرياس بنسميه بي اميليز او بنكرياتيك اميليز. طب الاميليز ده بيشتغل ايه الدور بتاعه؟ كسر كربوهيدرات بولي ساكرايد يحولها الى سمبل ساكرايد. طب ساعتك لما بتقعد تطلب الاكل بتطلب قد ايه؟ في ناس بتطلب على طول على المعده ما بيديش فرصه حتى ان في ناس بتستمر وفي ناس بتنطق بقى يقعدوا بقى ينطق الاكل ده يعني راجل عظيم. كل ما انت بتنطق الاكل كل ما بتدي فرصه للاميليز اللي موجود في السلايفا عشان يشتغل على البولي ساكرايد يحولها للسبيس. مش هيحولها للمونوسكر لان الوقت ما يسمحش ان هو يحولها للمونوسكر. طيب السلايفا البي اتش بتاعها الكراين ولا اسيديك؟ طيب بعد ما سعادتك زلطت اللقمه تحت نزلت الاستوم البي اتش بقى ايه؟ الانزيم ده هيشتغل ولا هو نفسه هيبقى دايجستد؟
هو مش لازم لازم الاول بي اتش 1. رحمه ربنا انك انت بعد كده تدخل في الديودينام يبتدي يطلع بقى التركيبات كمايليز يكمل بقى الشغل ايه اللي فات عليه. دي قصه اللي هو الاول. يبقى انا لما الاقي امايليز عالي لازم ابقى واخد بالي ان هو افكر في حاجتين. مش هروح حتى لو عنده كده يا عم طب يمكن الراجل عنده حاجه في الباروتك ولا عنده يعني حاجه التهاب او فبالتالي لازم ابقى واخد بالي ان انا مش كل امايليز عالي هو جاب البنكرياس. الحاجه الثانيه ان انا لما باجي اشخص البنكرياس بشخصه فعليا بتطلب ايه ثاني معاه؟ امايليز ولايبز زي ما زي لازم تبتدي بالبنكرياس. يبقى ده دور. يبقى لو انا عندي في سليفري ديزيزز او بنكرياتيك ديزيزز هلاقي الامايليز عندي فين؟ هما دول. ادي سليفري اي واحده من دول او حصل ده ستوكر او هيعمل القصه بتاعت البنكرياس. اخر انزيم معانا اخر الالكالين فوسفاتيز. يعني ايه اخر؟ اسم اسيد فوسفاتيز. ده موجود في الكتاب ده لانه طبعا ما جاش في الطلب بس يعني لازم نقول لان هو طلب يعني اسيد فوسفاتيز بيعمل نفس الاكشن بتاع القرايه الفوسفاتيز. ايز يعني بيشيل فوسفيت بيز بس بيشتغل فين بقى؟ في اسيد بي اتش ليفر القرايه بروستيت اسيد. طيب الاسيد فوسفاتيز ده بيبقى موجود فين؟ موجود برضه في ديفرنت تيشوز، موجود في الريد بلاد سيلز وفي البول وموجود في البروستيت. زمان كانوا بيستعملوه از ماركر فور اللارجر بروست سواء بناين هيبرتوس او مالجن. بيعرفوا ازاي؟ ان هو بياخد العينه بيطلع بيلاقي الاسيد فوسفاتيز عالي يقوم عايز التجربه تاني وحط حاجه اسمها ترتريت. الترتريت ريزيستنت ده اللي هو البي اس اللي هو بروستاتيك فراكشن. يعني انا عندي تو فراكشن، واحده جايه من الريد بلاد سيلز او من البول، واحده جايه من البروستات. فبالتالي انا بعمل انهبيشن لوحده عشان اقيس الثانيه واطرح الفرق بينهم يطلع لي اسف يا رب الترتريت سنس اللي هو البروستاتيك، اما الريد بلاد سيلز والبولي لا ما بيتاثرش. بس الخلاصه ان الاسيد فوسفاتيز ده هيزيد في مين؟ في البول ديزيز وفي الريد بلاد سيلز ديزيز وفي مين؟ في البروستاتيك ديزيز. طيب انا لو انا عندي الزمان اللي هو الاستعمال بتاعه زمان كان مستعمل في الناس الميل اللي هم بيبقى عنده بقى مشكله في الترابل ان يورينيشن فيبتدي يقول لك والله ده كذا ده هيبقى طب نعمل كذا مش عارف كذا. ده دلوقتي بيتم استعمال حاجه اسمها بي اس اي بروسيس سبسبنشن بدال هذا الانزيم، ولكن هو موجود ولازم نبقى عارفينه. وبالتالي ده بيعلى في الديزيز اللي هتبقى موجوده في الاورجن. يعني لو واحد عنده هيموليتيك انيميا او عنده لوكيميا ممكن تلاقيه عادي. لو واحد عنده بول ديزيز هتلاقيه موجود عادي، لو بروستاتيك ديزيز هيبقى عادي نفس القصه. شكل نورمال بروستيت ودي اللي هي الكيس اللارج او. طيب في اي حد عايز يهبس؟